هوشية شباب نتكلم العدد كامل الحين. ايوه اي يخلي مشاري ما يخلي. طيب اول شيء بنتكلم عن الايام اللي راحت، كانت ايام موفقه بالنسبه لكم في جانب التكاتف بينكم. انا شفت تكاتف تشكرون عليه، وتقبلكم البعض للسلبيات. ترى ما في احد يا شباب يخلى من السلبيات. انا كصديق لك او كزميل لابد يكون عندي سلبيه، اذا انت ما تقبلتها ما نقدر نكمل 46 يوم الباقيه. وانا اتكلم عن اللي راح يستمرون يعني، وليس المغادرين في البرايمات. شفنا موضوع الاسقاطات صار خفيف، هو ما انتهى لكن صار خفيف، صح يا عبد الله؟ لا فوقي ها؟ انتهى يا ابو سلطان اكيد جدا. برضو التحزبات انتهى يا عبد الله ولا باقي؟ ما عندنا تحزبات. السفينه هذه وش سالفتها؟ ما لها سالفه، السفينه ما لها سالفه ابدا، مجرد مزحه ولا بس لا؟ الناس يعني تكبر الحدث وهو صغير جدا. اي عشان بس ما نغرق السفينه باللي فيها بس. سم؟ اقول عشان ما نغرق السفينه باللي فيها بس. السفينه اللي انا ربانا ما تغرق ان شاء الله. لا تغرق. والسفينه اللي انت والسفينه اللي حنا فيها وانت ربانا ما تغرق. طيب. عموما يا شباب انا في اشياء كثيره ودي اتكلم فيها. او شيء اللعب بالنعمه. سواء من مويه ولا ايضا انا شفت